أمي أرضعت طفلة عند عدة مرات وهي ليست في عصمة أبي، بل كانت متزوجة من رجل آخر عندما رضعت هذا الطفل، فهل يصبح أخا لي من الرضاعة؟ نعم، إذا كانت أمها أرضعت طفلة أو الطفل في الحولين رضاعا تاما خمس مرات أو أكثر في الحولين صار أخا لك من أمك، صار أخا لك من أمك بالرضاعة. إذا رضعت أمك طفلا أو طفلة خلف الطفل الحولين وكان الرضاعة خمس مرات أو أكثر، فإن الطفل يكون أخا لك والطفلة تكون الثلث من أمك، وأخت لجميع أولاد المرأة هذه، وأخت لجميع أولاد زوجها. نعم، الذي أرضعته وهي في أصل.